تعادل سلبي بدون اهداف في الشوط الاول بين الاهلي وطلائع الجيش في شوط اغلبه كان في وسط الملعب، يعني انحصر اللعب في وسط الملعب. شفنا لعيبه الطلائع ملتزمه بالجانب الدفاعي في نص ملعبهم وندره الخطوره على المرمين الا من كره لمحمد شريف واضاعه فرصه هدف محقق في الدقيقه 44. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف راي ارائنا اراء محللينا الكبار في احداث الشوط الاول. ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء، شفنا شوط اول دون المستوى وكان ممكن النادي الاهلي في نهايه الشوط يخرج فايز 1-0. شوط ضعيف يعني عامه ما فيهوش كوره، لكن هو زي ما كلنا اتفقنا في الاستوديو هنا اللعبه محصور في نص الملعب في رقابه لصيقه لعيبه النادي الاهلي. الشوط ده مناسب جدا للعيب طلائع الجيش، امتياز طلائع الجيش، هو مش عايز اكتر من كده كويس. هو عايز الريتم والاداء يبقى كده، لكن على الجانب الاخر لا، لازم يعني فكره هيتغير الشوط الثاني يا عبد الحميد؟ بس لا لا خالص، هو نفس الشكل ونفس الدفاع الى ان يحصل خطا يحصل هدف. يعني كره محمد شريف دي يعني كانت ممكن تغير كل الشوط الثاني، كان الموضوع اختلف تماما. لكن لازم النادي الاهلي يبقى حريص شويه في حته التمريرات، لازم تتحرك بسرعه شويه، لازم ادور على المناطق الفاضيه، ابعد عن الزحمه نص الملعب. اللي مخلي فيه تفوق لطلائع الجيش بسرعه كده ايمن، ان انت بتدي له حاجه اللي هو متفوق فيها، الزحمه اللي في نص الملعب. مزبوط. دور دايما دايما اضعف حته على الاطراف، دايما ما فيش زحمه في نص على الاطراف، لكن مزبوط. نص الملعب زحمه جامده جدا، عندهم قوه انقطاعات كويسه جدا، مساحات قافلينها كويس قوي. على فكره طبيعي جدا تقابل فرق كده، بس صح. لازم انت تتصرف، لازم يبقى عندك زي ما بقول لك حركه بسرعه شويه في نص الملعب، تحركات محمد مجدي لازم تبقى اسرع من كده، ولازم لعيبه النادي الاهلي يعرفوا ان كل واحد بيستلم الكوره لازم سرعه التفكير والاداء عشان تخلص من حته الرقابه الموجوده. صحيح. كابتن اسامه، رؤيتك الفنيه سريعا عن احداث الشوط الاول. الاستحواذ طبعا معظمه للنادي الاهلي، ممكن تعدي 65%، بس الايقاع بطيء قوي. صح. يعني الريتم تسليم التسلم بطيء، التحركات فيها بطء شويه. يمكن اللي بيحاولوا عندهم حيويه شويه حسين الشحات وقفشه بيحاولوا اكتر، لكن في ناس طبعا مختفيه في اللقاء. الخطوره قليله جدا زي ما علاء قال، يمكن هي كره محمد شريف لو يعني اتقن قفل رجله شويه كانت ممكن تبقى جون. وفي واحده عرضيه كده برضو حسين الشحات عملها من ناحيه اليمين، يعني ناحيه اليمين بيحاولوا شويه كورتين ثلاثة أربعة اوفرات كده، بس مفيش خطورة حقيقية. فنتمنى الإيقاع يزيد، لأن فرقة الجيش بيلعب بميدو جابر بس قدام، وكمان بينزل في نص الملعب. صح. فعاملين ستة في نص الملعب، عايزين بس يستحوذوا وينقلوا الكورة، مفيش أي خطورة على بالظبط على الشناوي. فنتمنى إن الريتم يزيد أكتر من كده، وإن شاء الله يعني نقدر نجيب أهداف في الشوط الثاني قبل ما الأمور تتصعب. إن شاء الله ان شاء الله ما تصعبش باذن الله. كابتن بلال، اداء النادي الاهلي كان ينقصه ايه الشوط الاول؟ ينقصه تسجيل الاهداف. يمكن انت بتتكلم في مباراه في بدايه دوري بعد فتره راحه كبيره جدا، وده طبيعي ان يكون اداء بالشكل ده، وده طبيعي ان الريتم طبعا نفسه يبقى هادي بالشكل ده، وده طبيعي ان الاداء والانسجام ما يبقاش بالشكل المطلوب. يعني ده وضع طبيعي، انت جاي من فتره بعيده، اللعيبه كانت اخد اجازه، كان في برضو بعد شويه عن الكوره. انما الاهم بالنسبه لك في المباريات اللي زي دي استغلال الفرص، هي بالنسبه لك، لان مباراه زي كده انت مش منتظر منها ان انت تاخد كل حاجه في الكوره، مش منتظر الجمل التكتيكيه العاليه، مش منتظر الاداء القتالي العالي، مش منتظر انك يبقى فيه سرعه وتحرك وحاجات كتيره جدا جوه الجيم، انت بس منتظر انك تسجل هدف. صحيح. عشان الجيم يتسهل عليك. انصاف الفرص ممكن تحسم لك المباراه. طبعا طبيعي، انت في المباريات اللي زي دي احيانا المدير الفني بيشتغل على كره ثابته، احيانا بيشتغل على عرضيه. مزبوط. الاهلي اتيحت ليه 3 4 كرات عرضيه، اتاحت ليه فرصه محققه او فرصتين من وجهه نظر، واحده لعلي معلول في الشوط الاول كان ممكن يحطها في المرمى بدل ما يلعبها بالعرض، والثانيه بتاعت محمد شريف، ففرصتين في وفي ماتش راسيه لطاهر كمان عملها فوق العرض. طاهر طبعا لعبها بدماغه. مظبوط. فالنهارده لما تتاح لك فرصتين ثلاثه في مباراه زي كده في بدايه موسم، طبيعي لازم تسجل، يعني عشان يبقى ليك تواجد. المباراه محتاجه هدف، محتاجه هدف هيفك كل حاجه في الماتش. فريق طلع الجيش فرقه سهله، تبدو سهله داخل الملعب، يعني في بعض الاوقات متكتلين، لكن عندهم مشاكل كبيره جدا في النواحي الدفاعيه. مزبوط. عندهم مشاكل كبيره جدا في الكاونتر اتاك بتاع النادي الاهلي، لو تم استغلاله بشكل جيد الاهلي ممكن يسجل اهداف. صحيح. كابتن مسمى، حلول مستر موسيماني الشوط الثاني؟ في على دكه البدلاء في كهربا، في حسام حسن، في صلاح محسن، في ميكيسوني، دول اقرب الاربعه يعني اللي ممكن نشوفهم في الشوط الثاني. طاهر محمد طاهر حاسس انه بعيد شويه في الشوط الاولاني،
زي ما قال بلال قفشه حسين الشحات هم اللي عندهم بيحاولوا اكتر، لكن الريتم محتاج يسرع اكتر شويه خاصه من خط الظهر ايمن اشرف وياسر ابراهيم، وانت بتحضر الهجمه في بطء شديد قوي، لازم يبقى كوره اسرع من كده. ممكن يستعين بمين الشوط الثاني من البدايه؟ ممكن على ما اعتقد ممكن ما يغيرش الشكل الهجومي بتاع النادي الاهلي ويلعب باثنين مهاجمين حسام حسن ومحمد شريف، لا يعني يخلي محمد شريف، ممكن يطلع طاهر، عنده كهربا، عنده صلاح محسن، عنده ميكسوني. واحد من الثلاثه دول ممكن يكون هو الاقرب. طيب سؤال اخير كابتن علاء، في عندنا زياده عدديه ورا وطلائع الجيش لحد دلوقتي واقف نص ملعبه تقريبا ما بيهاجمش النادي الاهلي، طيب هل ممكن يعني انت محتاج واحد حتى وانت بتقطع الكره يعمل الانطلاقات الاماميه لقدام، هل ممكن استغنى مستر موسيماني، لا مش يستغنى، بديل يفكر في ديانج على حساب حمدي فتحي؟ هيضيف ايه جديد؟ لا الانطلاقات لما انت تستلم الكره وتقطع الكره ديانج عنده الحته دي كويسه قوي. ما هي الموضوع مش موضوع المشكله مش موضوع انطلاقات يا ايمن، المشكله كلها في تكتل في نص الملعب ذات التكتل ده. لكن انت مش انطلاقات ديانج ساعات بتضرب تكتل ساعات لما يكون هجمه مرتده مفيش مساحات على مساحه انت مش لاقي المساحه انت عايز تطلع من كل ده، لازم ندور على مساحات دايما على الاطراف. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الشوط الثاني. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه باذن الله، وان شاء الله تكون الفرحه اهلاويه حمراء بعد نهايه احداث المباراه، ارجوكم انتظرونا.